عندنا دور وما تقوليش مجلس النواب الشعب ما عندوش دور. ما باش تقولي مجلس النواب الشعب ما عندوش شوية مجلس النواب الشعب بالقوانين شوية مجلس النواب الشعب بالقوانين الموجودة بالدستور الموجود عنده دوره. أنت في خيالك في ذهنك تخيل اللي هو ما عندوش دور حاجة تخصك أنت. شنو مجلس النواب الشعب المطلوب منه وفاش يختلف على المجلس النيابي السابق؟ الحاجة الوحيدة اللي تختلف نقص التكامبين أو تعيير الحكومات فقط. السؤال الشفاهي قداش من مشروع قانون قدمته؟ السؤال الشفاهي موجود، السؤال الكتابي موجود، مسألة الحكومة موجودة، سحب الثقة من الحكومة موجودة، بالتالي دوره التشريعي والرقابي موجود. لهنا انت ما تراش على خاطر ما تحبش تشوف، انت تحب تكون موجود غادي باش تهرس للنواب كيما المستنسه بوصله تعمل. لا 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 هذا يسمعني عايش خويا. انت اليوم انت اليوم تعرف قداش عدنا من سؤال كتابي للوزارات من قبل النواب؟ تعرف قداش من سؤال شفاهي تقدم للوزراء؟ تعرف قداش من بيت تشريعيه قامت؟ ما تعرفش. بالتالي اليوم ما تحطش في بالك الشيء هذايا وما تسوقوش للعباد، لانه احنا اليوم قاعدين نخدموا باللي موينا من الموين موجود. الحاجه الوحيده اللي تغيرت اللي المجلس النواب ما عندوش فيها الحق هي مسألة رئيس الجمهوريه بالدستور، ما عندكش فيها الحق، وحتى كي كانت موجوده في الدستور القديم حتى حد ما سائل ولا قام بسحب الثقه من رئيس الجمهوريه في المبني ولا. والحاجه الاخرى هي سحب الثقه من الحكومه موجوده. اكثر من هذايا قبل كانت تكتلات حزبيه المشهد البرلماني، وكنا نعيشوا في نظام برلماني، وبالتالي المقارنه بين نظام برلماني اللي هو يحكم كبرلمان، ورغم اللي في الوقت هذاك ما يحكمش كبرلمان، تحكم التكتلات الحزبيه خارج البرلمان. اليوم في الولايه البرلمان حاسبوا على العمل نتاعو وشنو عنده قوانين راقده.